ملف الصحة أحد أولويات الحكومة، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى وضعت الحكومات المتعاقبة ملف الصحة على رأس أجندتها، ولكن ظهرت مؤخرا حالة من الجدل بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب، والتي ستشمل أنه لكي يقيد الطبيب في وزارة الصحة لابد أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بجانب التدريب الإلزامي لمدة عامين، بالإضافة إلى اجتياز الطبيب الامتحان التأهيلي القومي الذي يتم على مستوى جميع الجامعات. ووفقا لما أعلن عنه الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فإن طبيب الامتياز سيتقاضى 80% مما يتقاضاه الطبيب المقيم، وهذا يعتبر بحسب أبو العلا تحسينا لأوضاع أطباء الامتياز لمدة عامين في أثناء مدة دراسته أو قبل حصوله على شهادة العمل في وزارة الصحة، مقدرا بأننا بحاجة إلى 52 جامعة طب في مصر لنوفي بالرقم العالمي للأطباء المصريين. بالتزامن، لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان أعلنت أنها تتابع كافة الملفات والقضايا المتعلقة بقطاع الصحة، سواء مشكلة الدواء أو المستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الخدمات والأجهزة فيها، ومشكلة توزيع الأطباء وخطة الوزارة لتحسين بيئة العمل وحل مشكلة أقسام الطوارئ وأسرة العناية المركزة للحالات الحرجة وتوفير حضانات للأطفال. جهود حثيثة تقوم بها الدولة لتحسين ملف الصحة، وعلى رأسها تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن حملة 100 مليون صحة لإجراء مسح شامل على مرضى فيروس سي والسكر والضغط والسمنة، وهي المبادرة التي نفذتها جهات عديدة وعلى رأسها مجلس النواب ونقابة الأطباء وغيرها من القطاعات، لما لها من تأثير على محدود الدخل، فضلا عن أنها توفر قاعدة بيانات ووضع خريطة للأمراض تساهم في علاج كثير من القضايا وتحدد أولويات المرحلة بالنسبة لقطاع الصحة. مطالب عديدة بضرورة تحسين بيئة العمل وتحسين أجور الأطباء والعاملين في منظومة الصحة وتأهيل العنصر البشري وحل مشكلة مستشفيات التكامل وتشغيلها، وتحديات كبيرة لواحد من أخطر الملفات التي قررت الدولة فتحه وعلاجه بعد تأخر دام سنوات. زادت من التحديات بفعل تراكم الزمن والحكومات السابقة عليه، فهل تنجح الإرادة الجديدة رغم ضعف الإمكانات والخيارات؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم.